دورنا نحن كمسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية أن نقف على هذه الأعمال، نجد سيرورتها وديمومتها، ونتابع أولادنا ومهندسينا ومهندساتنا اللي هنا. مهم أن ننظر إلى هذه المشاريع أنها مشاريع مستمرة. هي حقيقة أنه مشاريعنا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تسير كما كانت، لم تتأثر كثيرا بهذه الجائحة. اليوم نحن في مبنى قرر له أن ينتهي هذا الشهر، وهو انتهى اليوم. تأخر؟ لا. صار عليه بعض التأثيرات؟ نعم، لأن التأثيرات طالت كل شيء. غيرنا بعض المواد لنقف عليه كما هو، لنخلص في وقته، قللنا العمالة اللي كذا، استخدمنا بعض التكنولوجيا لأن ننتهي منه. نفس الشيء بالنسبة للطرق. اليوم عندما نزور معدة آلية تستطيع أن تقوم بعمل التنظيف اللازم تحت الجسور والأودية، هذا ابتكار معروف، ولكن استخدمناه نحن كي نضمن التباعد الاجتماعي، كي نضمن أن مشاريعنا كذلك تسير كما قدر لها أن تسير، حتى وإن قلت العمالة في مشروع ما.